حازم بيك. انت اللي بيك فترات. العين ما بتعلى عن الحاجب. اللي بيخليني احترمك زياده عن اللزوم عشان انت بتفهم وعارف حدودك كويس. امرني اكيد بدك مني شيء. مش قلت انت بتفهم؟ انا اخش على الموضوع بسرعه. انا عارف كل حاجه عنك، عارف ازاي بتشتغل وازاي بتعيش، عشان كده انا عاوزك تساعدني في شغلانه. امرني. انا عاوزك تبقى الدفتر دار. الواد اللي هناك خلاص ما بقتش عاوزه. انا بس عامر هو الدفتر دار. شو صار لحتى؟ ما تسألش كتير، كل حاجة هتعرفها في وقتها يا صاحبي. بس يا حازم بيك. بس حازم بيك اسمعني، جناب الوالي كتير بيحب عامر، شلون بده يحطني محله؟ ده اللي هيشيله ويشيل أبوه كمان. شوف الملف ده. مستحيل أعمل هيك شيء. ليه؟ خربان بيت هاي القصة. خربان بيت، خربان بيت يروح في 60 داهية. كيف يعني؟ وأنا؟ أنت إيه؟ إذا انكشفت هاي القصة رح ينخرب بيتي معه. مين اللي هيقوله؟ أنت ما بتعرفه لعامر، مستحيل يختم على هيك أوراق. فاتورة الدومري بفصفصها تفصيص. شلون هيك ملف؟ خربان بيتك هنا. قلت ايه؟ ليش هيك حازم بيك؟ ليش؟ مدبر كل شيء. هاد اسمه بلا وافتراء. والله حرام. يا متخلف افهم. انا عملت الملف دوت مش عشان احددك. انا عملته عشان تعرف انا اعرفك كويس ازاي. لا يا سيدي. هذا الملف كله كذب وتزوير. عمر انت نسيت نفسك ولا ايه؟ لا ما نسيت حالي. اسمعني بس، انا مستعد اظبطك وادي لك فلوس وتتجوز وادي لك بيت كمان. بس انا اتزوجت. اخس عليك، ما عزبتنيش في الفرح، مش حلوه منك دي.